السلام عليكم. تاني فيديوهاتنا من شرح موقع السوشيال ميديا الشهير يوتيوب. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مقدمة كده سريعة. هنخش النهاردة نبدأ نشرح القائمة اللي على الجنب ديت. هنتكلم هنأجل شوية قناتي للفيديو الجاي علشان نبدأ إن احنا نشرح إزاي نعمل فيه قناة. هنتكلم عن اشتراكاتي ديت. هنا القنوات او الاشخاص اللي انا عامل لهم سبسكرايب او اشتراك، بشوف اخر الفيديوهات اللي هم نزلوها، هلاقيها هنا اشتراكاتي. برضو من ضمن الحاجات الموجودة عندي في القائمة ديت سجل المشاهدة، وده اللي بيبقى موجود في اخر الفيديوهات اللي انا اتفرجت عليها. تمام. في فيديوهات بكون انا واقف عليها اعمل لها مشاهده لاحقا، زي مثلا زي ما هعمل دلوقتي كده، زي مثلا الفيديو ده. تمام. هقف عليه كده، هتلاقي ظهرت لي علامه الساعه ديت، هدوس عليها. بس هو كده ظهر لي، كتب لي تمت الاضافه الى مشاهده لاحقا. الفيديو ده انا زي ما تقول كده بعمل له سيف، علشان انا هشوفه وقت تاني. هلاقي كل الفيديوهات اللي انا اتعاملت معاها وعملتها كده، عملت مشاهده لاحقا عليها، هلاقيها موجوده عندي في القائمه ديت. مشاهده اهو، اتسجل اهو. اي فيديو انا عامل عليه لايك هيكون موجود في مقاطع الفيديو التي اعتبرته. الاشتراكات ديت الناس اللي انا عامل لهم، الاشخاص بقى او القنوات ديت اللي انا عامل فيها سبسكرايب بتظهر لي هنا. ممكن ان انا اعمل كليك على كل شخص علشان اشوف الفيديوز اللي هو منزلها. انا كده دخلت على القناة بتاعته وبدأت اتفرج على الفيديوهات اللي هو منزلها. عندي هنا تصفح القنوات ديت، بيجيب لي زي قنوات مقترحة او اشهر القنوات اللي انا ممكن ان انا اعمل سبسكرايب فيها. في اختيارات عندي فوق ان انا ممكن اللي عليه نجمة دوت بيكون شائع، القنوات الشائعة. هنا ديت قنوات الميوزك، وهنا قنوات سبورتس، قنوات الجيمينج، قنوات النيوز لايف او فيديوز. طبعا لو انا عايز ايه يعني اعمل، انا مثلا بدور على قنوات للرياضه، هاجي عند سبورتس هنا ادور على اشهر قنوات السبورتس وابدا ان انا اللي تعجبني اعمل فيها سبسكرايب او اشتراك. اخر حاجه عندي اداره الاشتراكات. ممكن انا اكون مثلا عامل سبسكرايب للشخص ده او للقناه بتاعت الشخص ده، ممكن اجي هنا جنب كلمه مشترك ابدا ان انا ادوس اعلم على ارسل التحديثات الي وادوس حفظ. في الحاله دي هو اي فيديو جديد هينزله او اي حركه هو هيعملها هيجيلي نوتيفيكيشن ليه. هنقف لحد هنا ونكمل الفيديو الجاي ان شاء الله، وهنشرح قناتي وازاي ان انا اعمل قناه على اليوتيوب وده. شكرا.